سيد رئيس المجلس الإقليمي يقدم الجائزة للمشارك كمال محروق عن عصبة مراكش آسفي. الصورة الثانية صابر الحسن الذي حاز على المرأة صورة تذكارية للمشارك مع السيد رئيس المجلس البلدي لمدينة القيم صالح. على الذي احتل المركز الأول ريغو محمد. ريغو محمد من عصبة طنجة تطوان الحسينة يقدم له الجائزة السيد عام الإقليم الفقيه بن صالح تحت تصفيقاتكم أيها الحضور الكريم. صورة تذكارية للسيد عام الإقليم صاحب الجلالة مع ريغو محمد الذي احتل المركز الأول. تذكرية للسيد عامل والوفد المرافق له مع المشاركين ريغو محمد صابر الحسن كمال المحروق تكريم من عصبة جهة بني ملاه الفنيفرة للسيدة التي تبذلها في سبيل